الجامع الغربي خصب، الحداثة التي تبدو عليها بعض الأبنية تخفي وراءها تاريخاً موغلاً في القدم وأحداثاً لا تتكشف لعابر السبيل. العارفون بالمكان، المعايشون لتفاصيله أو بعض منها، هم من يمكنهم أن يستعرضوا جانباً مما تختزنه الذاكرة لجيل لم يقف على أسرار المكان ولم يثر فيه هذا البناء الدهشة والسؤال. الجامع الغربي في منطقة السيبة بولاية خصب في محافظة مسندم، واحد من هذه الأماكن. الجامع يقع على الطريق الداخلي المؤدي إلى مركز المدينة، يجاور حصن السيبة القديم، متصلاً بجداره المرمم كشاهد على قدم العلاقة والجيرة. يقوم على أرض كان عليها مسجد صغير الحجم مبني بالحجارة والجص، يعود إلى ما يقدره الأهالي بمئات السنين. ومع تقادم بنائه وازدياد عدد السكان ظهرت الحاجة إلى توسعة المسجد، فكان أن تم هدم المسجد القديم وبني مكانه هذا الجامع. هذا الجامع كان قبل السبعينات، قبل 200 سنة، هو عبارة عن مصلى، ومن ثم بعد يعني سنوات وتكاثر الناس الأجداد بذلوا جهد حقيقة، عملوا جامع. جامع عبارة مبنى من الحجر والجص، وكان مثل ما تشاهدون حاليا ليس بالكبر، هذا كان أصغر، بقى من ذاك الفترة، من ذيك الفترة هو جامع، إلى أن أجل الوقت لابد من التوسعة، التوسعة في الداخل وفي الخارج. الآن أصبح جامع كبير مثل ما تشاهدوه. يعد الجامع الغربي بخصب من أوائل الجوامع التي تقام فيها صلاة الجمعة في الولاية. له فناء خارجي تنتصب فيه مئذنة عالية منفصلة عن قاعة الصلاة، وثلاثة أبواب توصل إلى داخل الجامع الفسيح. بناء الجامع يأخذ شيئاً من نمط بناء المساجد القديمة في مظهره الخارجي وتفاصيله الداخلية، فسقف الجامع متعدد القباب وترتفع بعض أجزائه عن أجزاء أخرى، وجوانب أخرى على هيئة أقواس دائرية، وهي هندسة وجدت في بعض المساجد القديمة لتهوية المسجد وتقليل تأثير حرارة الشمس على قاعة الصلاة. وفي الوقت ذاته يبقى ضوءها ينير المسجد من الداخل طوال النهار. وأعيد بناء المسجد في بداية ثمانينيات القرن الميلادي الماضي. حقيقة تم تغيير هذا المسجد وإزالة المباني اللي عليه السابقة من بداية الثمانينات، تم إنشاء الجامع كما ترون الآن، طريقة حديثة. الجامع شكل على مدار تاريخه محور نشاط أهل القرية والسكان القريبين منه، فيه اجتماعهم ومركز تعلمهم لأمور دينهم ولغتهم العربية. وفد إليه طلبة العلم من أنحاء عمان ومن مناطق مجاورة. هذا الجامع كان هو جامع للفروض الخمس وأيضاً لصلاة الجمعة وأيضاً لطلبة القرآن الكريم، كانوا طلبة الفقه أيضاً يدرسوا الفقه هنا
من بعد صلاة المغرب. من بعد صلاة المغرب كانوا في طلبة عندنا ويجون من مختلف ولايات السلطنة، من الباطنة ومن دول أخرى أيضا يجوا هنا ويأخذوا العلم مجال الفقه. الجامع الغربي بخصب واحد من جوامع عديدة في السلطنة قامت على أسس مساجد قديمة لاندثارها أو صغر مساحتها، ساهمت في تشكيل تاريخ المنطقة المحيطة ووعي ساكنيها، ولها في نفوس أهلها ذكرى لا تنسى. رموز العلم وهم تشيدها يديها، وأهل الخير إن وقفوا لنا طابت مساعيها. جميل عطائهم يبقى وفيض شموخهم.